إذا قيل لك ما هو وصف حال المشرك الأبتر فقل كما قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فإنهم يقولون: إن محمدًا لا يولد له ولم يبق له ولد فهو أبتر. فعاقبهم الله عز وجل وأجزل الخير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبح أولاد هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، هو الأقطع الذي لم يبق له نسل.